مشاركة يوسف من الجزائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق. بارك الله فيك يوسف، ما شاء الله ممتاز جدا، نسأل الله أن ينفع بك وبارك فيك وفي والديك.